سارة أكيد في تفسير منطقي للي صار. صدقني أنا ما بعرف أستاذ أونور. أنا متأكدة إنه في سوء تفاهم. وشو سوء هالتفاهم اللي رح يكون؟ هاي الساعة تبع بريجيك. وإنت شو عم تساوي بهاي الساعة؟ المفروض تسأل حبيبتك مو تسألني عن الموضوع. سارة حطيها بشنطتك لو سمحتي. أنا لقيت الساعة وحطيتها بشنطتك. طيب يا ابني انت ليش ساكت طول الوقت وما قلت هذا الشيء؟ أنا آسف يا سارة، ضغطنا عليكي ووجهنا لك اتهامات سيئة. يعني انت لقيت الساعة وبعدين حطيتها بشنطايت سارة وسارة ما انتبهت ابدا مو هيك؟ لما رحتي لتشتري الورود لقيت هاي الساعة تحت المقعد، فقلت اكيد وقعت من بريجيك وانا حطيتها بشنطايتك مشان ما تضيع. يا ريت لو انك خبرتني بهذا الشيء. كنت شارد، آسف. انتو شفتوا؟ طلع في تفسير منطقي لهالشي. كنا عم نحقق معه وكأنه متهمة. نحن آسفين سارة، سامحينا. بنتي حبيبتي، منعتذر على الوضع يلي حطيناكي فيه وعلى اتهامنا إليك، سامحينا. خلص بكفي، رجاء سكروا هالموضوع، وأنا بعتذر بالنيابة عن الكل. سليم ممكن نروح هلا؟ طبعا. تصبحوا على خير يا عائلة كوتلساي النبيلة. يلا. الظاهر أنا يلي طلعت غلطاني هلأ. يا ترى ليش هيك صار أسينا؟ سليم ممكن تخبرني شو عم يصير؟ بعدين سارة. ما فهمت، ليش لبعدين؟ خلص بعدين اركبي. شو هو الموضوع؟ روح خبر مديرك المخادع المحتال ما عاد يبعت رجاله على باب بيتي مرة تانية. نيلجون خانم، شو عم بتساوي ولاك؟ لا تساوي هيك. مين انت اللي تقلي شو بساوي وشو ما بساوي؟ انقلع من هون بسرعة وإلا بتصل بالشرطة. بس هالمصاري من حقك، شو بدي ساوي فيهم؟ وشو دخلني؟ ساوي اللي بدك إياه. أنت ليش ما عم تفهم أنا ما بدي مصاري ولا أي شي منه؟ ماشي، بس مو أركان بيك اللي بعت المصاري. مين؟ من القانون. ربحنا القضية، رجعنا المصاري وكل حصص المساهمين، وإنت كنتي عاملتي لي وكالة من قبل. عم تقول دفعوا مصاري لكل المساهمين مو هيك؟ إيه بالضبط، نيلجون خانو، خديهم رجاء. خبره لمديرك حتى إذا بدنا نموت من العطش ما بنشرب منه كاسة مي، عم تفهم؟ روح عطيها المصاري لمين ما بدك. نيلجون خانو، ممكن تسمعيني؟ لا أركان بيك، ما أخدتهم، ما قدرت أقنعها بنوب. الظاهر لساتها كتير متضايقة منك، الوضع صعب، ما رح تقبل بسهولة. طيب شوفك.
انت ما رح تخبرني؟ انت خبريني بالاول. شو قصدك؟ شو بدي خبرك مثلا؟ قصدي عن ساعه بيريجيك كيف وصلت لشنطتك. مو انت قلت انك لقيت الساعه وحطيتها بشنطتي؟ صح مزبوط، انا قلت هيك، بس سويت هالشي مشان ما تنحرجي قدام الكل جوا. كيف يعني؟ اذا مو انت اللي عملتها معناتها مين حط هالساعه بشنطتي؟ جواب هالسؤال عندك يا سارة. أنا ما بعرف مين اللي حط الساعة بشنطتك. يعني أنت مثل عيلتك مفكر إنه أنا اللي سرقتها؟ ما قلت إنك سرقتيها. ما بعرف أبداً شلون فاتت هديك الساعة شنطتي، أنا مالي حرامية. طلع فيني. ما بتصدق مو هيك؟ بركي لقيتيها بشي مكان، وبعدين حطيتي الساعة بشنطتك، ولما عائلتي بالغت بردة فعلها تجاهك، ما عرفتي شو بدك تساوي من الخوف. مو أنا لقيت الساعة ولا حطيتها بشنطتي ولا سرقتها، واللي أنا متأكدة منه، في حدا من عائلتك ساوى هالشي عن قصد وحط الساعة بشنطتي. طيب شو يلي خلى حدا من عائلتي يساوي هالشي عن قصد ويحط الساعة بشنطتك؟ يعني أنا ممكن يكون حرامية، بس مستحيل حدا من عائلتك حط هالساعة بشنطتي عن قصد، ما هيك؟ اهدي سارة، ممكن ما تعصبي، كان مجرد سؤال. يا أسفي عليك، يا أسفي عليك، أنا كنت فكرتك رجال. سارة لا تلحقني رجاء، لا عاد تخليني أشوف وشك بعد هلأ. سارة ليش عم تبكي؟ يلا احكي لي شو الموضوع. انا متضايقه شوي. مشاكل الحب والعشق مو هيك؟ ولا ليكون الامير سليم خانك مع وحده تانية؟ لا القصه مو هيك. طيب شو الموضوع احكي لي. يا ترى ساعة بيريجيك ليش كانت بشنطتك يا سارة؟ مو أنا لقيت الساعة ولا حطيتها بشنطتي ولا سرقتها، واللي أنا متأكدة منه في حدا من عيلتك ساوى هالشي عن قصد وحط الساعة بشنطتي. مو معقول، مستحيل حدا يتمادى لهي الدرجة. وبركي هي ساوتها، بركي هي استخدمت سارة وكان كل قصدها تحطني بموقف سخيف. أنا عن جد غبي وما بفهم كيف ما فكرت بهذا الشيء.
بكفي بكي، اهدي وقولي وشو ما كان صاير. اكيد مو سر من اسرار الدولة. الساعة تبع بيريجي كانت ضايعة، وبعدين لقوا الساعة بشنطتي. والله جد؟ يعني هن اتهموني بالسرقة؟ أكيد هن أغبية ليتهموا وحدة مثلك بالسرقة وما عندهم نظر بنوب. مين هن سارة؟ للأسف سليم وعيلته. مو معقولة. أنا رحت لحتى أتعشى مع عائلة سليم، وبعد ما انتهى العشاء ابنة وقعت شنطتي على الأرض. فجأة طلعت الساعة منها والكل شافوها. بهديك اللحظة أنا صرت حرامية بعيون كل عيلته، وخاصة أسينة. هي كتير ضغطت علي بهديك اللحظة، وما ضل غير بس تتهمني بالسرقة وتقول عني حرامية. مين أسينة؟ مرت أبوها سليم. بس أنا متأكدة نازلة في حدا بهداك البيت سواها عن قصد وحط الساعة بشنطتي، لأنه أنا غيرت شنطتي قبل ما أروح. بس يلي أنا ما عم بقدر أفهمه، لما صار هذا الموقف سليم ما قام وما قال ولا كلمة وما قدر إنه يسكتهم؟ أساساً هاد أسوأ شي صار. بالأول سليم قال إنه هو اللي لقى الساعة وحطها بشنطتي. إيه ها؟ والله برافو عليه. وبعدين لما وصلني على البيت سألني أسئلة وكأنه عم يتهمني. يعني اتهمني وكأنه أنا حرامية. ما عم بقدر استوعب. هلأ قلت برافو عليه بس طلعت غلطانة. أنا ما فيني لوم عيلته على اتهامهم إلي، لسه ما بيعرفوني. بس تطليعات سليم فيني، وأسئلته واستجوابه انسي. أنا بدي أروح. تصبحي على خير. وأنت بخير. يعني أنتوا الكل وقفتوا فجأة مع هديك المريضة النفسية؟ والله أنا ما عم أصدق أبداً. عن جد كتير عيب يلي صار لهالبنت المسكينة. نحن ما وقفنا مع أي حدا، بس ما فهمنا شو صار وكلياتنا تفاجئنا. وشو يلي ما فهمتي يا بنتي؟ البنت اجت كضيفة على بيتنا ونحن اتهمناها بالسرقة، وخاصة أسنة ما كان صفيان غير تتهمها بالسرقة وتقلها حرامية سرقتي الساعة. سارة كتير مقهورة وسليم كتير متضايق. ليش هو قال لك شي؟ لا أبدا ما قال شي، بس كان مبين إنه متضايق ومعه حق إنه ينفعل. ايه صحيح. هلأ سليم في احتمال كتير كبير إنه يتحجج باللي صار وما عاد يرجع على البيت ويقاطع الكل. حبيبتي سارة، خير إن شاء الله؟ شو صاير معك؟ ولا شي. كنتي عم تبكي؟ استني شوي لشوف شو الموضوع. ساولك شي؟ ممكن نحكي بعدين أمي؟ لا حبيبتي، نحن هلأ رح نحكي. ما بسمح لحدا يوصلك لهالحالة. شو الموضوع؟ أمي ليش ما عم تفهمي سارة؟ أنا ما بسمح لحدا إنه يزعلك. قولي شو الموضوع. يا أمي ما بدي أحكي بالموضوع، مشان الله اتركيني بدي نام. صدقتي الكلام اللي قلت لك ياه؟ مو أنا قلت لك إنه هالولد رح يزعلك؟
شو عمل فيكي سارة؟ قولي بنتي. أمي خلص بكفي، لو سمحتي لا تضغطي علي، ما بدي أقول شي كلمة تجرحك. طيب علي لمين باع هالساعة لحتى هالبنت المسكينة وقعت بمشكلة؟ ما بعرف، سارة ما قدرت تدافع عن حالها، هي كتير بسيطة، كانت مثل القطة الصغيرة. بشع يلي صار معها، عاملوها وكأنها حرامية سرقت الساعة. ايه بالضبط، كانت عم بتقول انا مو حرامية. ايه طيب الغبي علي ما خبرك لمين باع هالساعة؟ قلتلك انه ما خبرني، كأنه حضرتك ما عم تسمعني ابدا. اسمعي يا بنت، الموضوع كتير كبير وما بينسكت عنه لانه بخص بنت حارتنا، رح تخليه يحكي، وإذا أنت ما بتقدري تخليه يحكي وقتها أنا بتدخل وبحل الموضوع. أساساً أنا رح انفجر منه. الصبح بتروحي لعندي اللي اسمه علي وبتسألي لمين باع هالساعة، فهمتي؟ عم تفهمي علي؟ إيه فهمت يا سيدي. وبعدين عدالة بربر رح تتحقق وتبين الحقيقة، بكرة بتشوفي. سارة، بتعرفي شو صار مبارح؟ شو صار؟ إجا محامي أركان عبيتنا. شو؟ وهن شلون عرفوا عنواننا؟ أمي ليكون هالرجال عم يلاحقنا. والله ما بعرف، كان في قضية قديمة، يعني القضية اللي رفعها أبوكي، وأنا كنت عاملة وكالة لمحامي أركان وكنت نسياني هذا الموضوع. أكيد عرف عنوان هذا البيت من ملف القضية. أي على الأغلب. ما علينا. طيب شو الموضوع؟ ليش إجا؟ قال الرجال قدر إنه يربح القضية وإجا ليعطيني حصتنا من المصاري. عن جد هو ربح القضية؟ شو هالحكي؟ مو على أساس هالرجال حرامي؟ كيف قدر إنه يربح القضية؟ والله ما بعرف أبداً. دقيقة، رجاءً خبريني إنك ما أخذت المصاري منه. طبعاً ما أخذتن، مستحيل أقبل بهيك شي، بس بالحقيقة فكرت بالموضوع بعدين وقلت لحالي لو إني سألتك بالأول، يعني لو إني أخذت رأيك. ما بعرف أمي، بلا كلام فاضي، ما كان في داعي تاخدي رأيي، انت ساويتي الصح. ممنوع ليرة واحدة تفوت على بيتنا من هداك الرجال. اخ سارة، عم قول لحالي ما بدي اسألك، بس ما رح تخبريني شو صار معك؟ شو ساووا وشو قالوا لك لحتى زعلتي؟ امبارح لما كنت طالعة من عندهم وقعت شنطتي على الأرض وطلعت منها ساعة غالية. صباح الخير. صباح النور يا عمري، كتير فرحت إني شفتك. خير إن شاء الله. جيت مشان أفطر ولا ممنوع؟ لا، شو هالحكي ابني، عود. أهلين وسهلين فيك يا ابني. أهلين فيك يا ستي. سيفنج، جيبي صحن بسرعة وتعالي اهتمي بضيفنا.
سارة، يا ترى قالت شي بخصوص يلي صار مبارح؟ مثل شو؟ يعني كلنا تضايقنا من الموضوع وضغطنا عليها زيادة، مزبوط أسينة؟ مزبوط، وأنا بعتذر لأني قلت كلام كتير فاضي وقتها، بس أنت شفتي سليم إجا مثل الأبطال وأنقذ البنت. هي اسمها سارة، فهمتي؟ حاجتك بقى، بعرف إنه اسمها سارة بس عم قول هالبنت مجرد كلام. عن إذنكم رح أطلع على غرفتي، بدي أشرب الدواء تبعي وبعدين بنزل. لا تروح على مكان، أنا بدي أشرب القهوة معك. ماشي ابني؟ ماشي ستي. تسلم لقلبي، الله يحميك يا روحي. ما بيهمني أبداً ليش جبتي هديك الساعة، لأنه مو هي هي المشكلة. أي ساعة؟ عم أحكي عن ساعة بيريجيك أسينا. قصدك يلي أنت لقيتها وحطيتها بشنتاية سارة، مو هيك؟ هلأ فهمت. لكن سليم بيك كذب علينا من شان يحمي البنت اللي بيحبها. أنا شفتك الساعة كانت بغرفتك. شو عم تقول؟ ليش سويتي هالشيء؟ ممكن تخبريني شو هو هدفك؟ بما إني ما سويتها فما في شيء لأقوله. أسينا، بعتقد أنا أكتر حدا بيعرفك. نظراتك الشريرة والشيطانية فتحت كل اللي ساويتي، وهلأ هلأ عرفت الحقيقة من القلق يلي موجود بعيونك. أنا بعرفك منيح يا أسينا، يمكن بتقدري تخدعي الكل بس أنا أبداً. هلأ ما رح ساوي لك أي شيء. تعرفي شو السبب؟ لأنه أنا ناوي انتقم منك على عملتك البشعة بطريقة حلوة. كتير خوفتني. لو أي حدا طبيعي مكانك فأكيد حيخاف. شو هو بالشركة؟ قلت لي المفتش، وشو بده؟ عم يراجع حساباتنا؟ طيب خبرت إحسان؟ لا تخبره بشي، اصحك. استناني أنا جاي لك يضرب هالحص. من وين إجا هاد؟ انت امتى رح تجي يا ابني؟ تعال وانقذني من هالوضع الزفت. تضربوا منكن لأوتيلكن وللشغل عنكن. اهلين وسهلين فيكي. اهلا وسهلا فيكي، تسلمي لقلبي. طمنيني عنك، انت منيحة؟ منيحة. وانت؟ وانا الحمد لله منيحة. قال نازلي شافتك ليلة امبارح وقال كنتي عم تبكي، شو الموضوع؟ حدا زعجك؟ انا منيحة، انا منيحة، ما فيني اي شيء، واساسا الموضوع ماله مهم، لا تشغلي بالك. طيب ماشي. امي انا رايحة. ماشي يا قلبي،
موفقة بدروسك حبيبتي. إذا شفتي هداك الولد بالجامعة لا تضايقي حالك، ماشي؟ كوني منيحة. يلا بشوفك. بشوفك يا عمري. مع السلامة بنتي. بيناز لو سمحتي رتبي البيت، عندي شغل مهم، برجع بعد ساعتين. خير إن شاء الله. شو هالشغل من الصبح يا ترى؟ حبيبتي ما بعرف شو بدي أقول، عن جد فاجأتيني كتير بقرار إنه بدك تستقيلي من هذا الشغل. من اليوم ورايح ما عاد بدي أشتغل هنيك. ليش؟ لأني قررت أفتح صفحة جديدة بحياتي من اليوم. وشو قصدك بصفحة جديدة؟ سارة جديدة وقرارات جديدة. لا تحكي بالألغاز وتجننيني وتطيري لي عقلي. يلا حكي لي شو القصة من البداية. عن جد مثل ما بيقولوا، الضربات اللي بنتعرض لها بالحياة وما بتقتلنا بتقوينا. يعني يلي بيزعلك وبيبكيكي واللي بيأذيكي واللي كمان بيخيب لك آمالك، وحتى مين ما كان اللي افترى عليكي، هن بيخلوكي تصيري قوية بشي طريقة. ويا ترى مين اللي خلاكي تصيري قوية؟ لو سألتيني هالسؤال مبارح لكنت قلتلك أركان يلماز اللي تركنا، بس اليوم بقلك سليم كوتلساي على قائمة اللي ما قتلوني بس قووني. فينا نقول إنه سليم كوتلساي بالمرتبة الأولى. لا أركوت، بدي إياك تدقق كل حسابات وبتتحقق من كل الاتفاقيات مع الموردين، فهمت علي؟ ها؟ أهلا وسهلا، كيفك؟ أنا منيح إن شاء الله، ما أكون خليتك تستني كتير. لا أبداً، من شوي إجيت. بعرف إنك كتير مشغولة بس فضيتي حالك مشاني، شكراً إليك. الله يسامحك إحسان، شو هالكلام هاد؟ إيه شو صار؟ يلا حكي لي شو الموضوع. سليم. سليم؟ إيه سليم. صار له شيء؟ أنا شفت جروح على جسمه وفي كدمات. إذا بتتذكري ما كان يسيطر على حاله لما كان يمر بمشكلة بالمدرسة. معقولة ما أتذكر؟ بالفترة اللي درس فيها بأمريكا هو كان يصير معه هالشي كمان. أنا عم أسأل إذا عم يعيش نفس القصة. ليلة مبارح رحت على بيت أمي وكان طالع من الحمام، وبهديك اللحظة انتبهت لجروحه. بصراحة أنا قلقت شوي إيديل. ما في داعي تقلق إحسان، إذا قلقت بترتكب الأغلاط. شو هي نصيحتك؟ بعتقد إذا بتحب أنا فيني حدد موعد مع الأطباء النفسيين يلي بالمشفى، بس بالبداية المفروض تقنع سليم إنه يروح لعند الدكتور. إذا أنا قلت له ما بيقبل أبداً، معناها المفروض يلي بده يحكي مع سليم يكون بيسمع كلامه وبيقدر يقنعه. أوف، أنا انتهيت. ليش الآن على الفاضي؟ إذا كل شخص بيضيع موبايله بينتهي؟ أنا عم قلك ضيعت موبايلي وراح تسجيل الصوت تبع بيريجيك، كنت راح أخذ مبلغ منيح بس للأسف كل شي طار فجأة. أوه أنا هلأ اتضايقت. الحق عليك لو إنك استعجلت، لعبينا جيبنا، تستاهل هالشي. وعن جد شو ما صار معك قليل. الحمد لله إنه قدرت بيع هديك الساعة وطلع لي شوية مصاري منها. صحيح ما قلت لي.
لمين بعت الساعة؟ لأسينا. لأسينا؟ مين أسينا؟ مرت أبوه لسليم. أنا فيني بيع على مين ما بدي، شو دخلك أنت؟ أسينا كوتل سايت تنازل وتشتري منك؟ لا تخدعني. وليش حتى أخدعك؟ أي تنازل؟ هي أختي، هي يلي دائماً بتدعمني وبتساعدني. لا، لما قلت لك إنه أنا مالي قليل مفكرتيني عم أكذب؟ أختي زوجة إحسان كوتل ساي. علي تعا شوي. يا عيني، هذا علي عطى الساعة لأخته. حذر، مين هي أخته؟ مين؟ أسينا كوتل ساي، يعني مرت أبوه لسليم مع غيره. شو هالحديث؟ يعني أسينا حطت الساعة بشنتاية بنت حارتنا؟ لا مو أسينا، أسينا. أي صح، كأنه هي اللي حطتها. شو يلي بيخلي إنسان يستغني عن هيك ساعة غالية؟ والله لا تسألني عن الموضوع، أنا ما فهمت شي. صامتي لنشوف في إنا بالموضوع. شو مشكلة المرأة يلي اسمها أسينا مع سارة؟ أنا لازم فكر. طيب لكان موفق بتفكيرك، عندي شغل لازم فكر هلأ. أسينا كوتل ساي، شو قصة هالمرأة؟ زينب، أنتي متأكدة أنه هي ورا هالموضوع؟ شو هالجرأة؟ أنا ما عم صدق بنوب. هي افترت على كتير ناس ودمرت لهم حياتهم كمان، وكانت رح تدمر لي حياتي هالساحرة الصغيرة. ايه هيك بالضبط، وأنا لهذا السبب اجيت مشان خبرك أسينا خانو. يلي ساويتيه كتير منيح حبيبتي زينب، مين بيعرف لسه قديش كانت رح تفتري على الناس. حتى إلي كمان كتير أحرجتني بالجامعة، أساساً مفكرة إنه ما في حدا أحلى منها وكتير مغرورة وروح قلب المظاهر، وإذا نجم أي حدا بلش إنه يلمع بالجامعة فوراً بتحاول تطفي. هي كتير مغرورة، أنا بعرفها هي هيك من لما كانت طفلة صغيرة. وإنتي لهذا السبب اتضايقتي مو هيك؟ إيه، لنقول هذا السبب. تعرفي أسينا خانو، أنا لهلأ ما قدرت أسس علاقة منيحة. يمكن لسه ما قابلت الشخص المناسب، بس لو إنك شفتي برجيك قديش هانتني وزلتني وجرحتني قدام الكل مشان هذا الشي. أنا عن جد ما عم بقدر صدق، هذا الشي مو منيح أبداً، لازم حدا يحط برجيك عند حدا. تصرفات هالسحرة الصغيرة ما بتتصدق أبداً. ييه، بدك تعطيها درس وتدفعيها الثمن مو هيك؟ إيه، فينا نقول هذا يلي ناوي يساوي. الأشرار بيحاولوا إنهم يأذوا الكل، بس الأفضل إنه نحن نستخدم نفس أسلحتهم ونوجه لهم ضربة بأسلحتهم. شو عرفك إنها عم تستخدم حساب السيدة السكرتيرة؟ لنقول إنه الحظ ساعدني. تعرف إنك بتعرفي؟ إيه بتعرف. على الأغلب هددتك لأنك عرفتي بهالموضوع. إيه؟ حبيبتي زينب، لا تاكلي هم أبداً، من هلأ ورايح أنا معي. ما رح أسمح لهديك الساحرة أنه تأذيكي، وأي مشكلة بتعملها معك تتصلي فيني. اتفقنا حبيبتي؟ اتفقنا أسينا خانو. وأنا برأيي أنك تختفي كم يوم وحتى ما تروحي على الجامعة هالفترة. ماشي، هيك رح ساوي. وهديك الساحرة يلي اسمها بيريجيك رح نوجه لها ضربة قوية ورح نكسر لها مكنستها، وما عاد رح تقدر تطير ولا توقف. أنا بوعدك بهالشي، بس بلا ما نستعجل خلينا نشوفها وهي عم تحترق شوي شوي. أوكي؟ أوكي. طلعي بعيوني وقولي الحقيقة، أنت عم تستخدمي حساب السيدة سكرتيرة؟ ايه، وشو فيها اذا انا؟ كيف يعني شو فيها؟ ليش ضل حدا ما فضحتي وبهدلتي بهداك الحساب؟ انت تقريبا افتريتي على الكل، أسينا كوتل ساي، سليم وسارة ورفقات امك كمان، انت بهدلتيهم كلياتهم، هاي الحقيقة. اوف، ايه ده، يا لطيف شو بتحبي المبالغة، اسكتي شوي. برجيك، لآخر مرة رح اسألك، إذا عم تخدعيني كمان، ساعتها رح ازعل منك وما عاد احكي معك. رح ازعل. Thank you.
تمام، أنا رح جيب قهوة ومنحكي بس أرجع. ماشي منيح. شو؟ يلا خبريني لشوف يا نازلي. انت يلي حكيتي اني عم استخدم حساب السيدة السكرتيرة، يا ترى شو خبرتي زينب؟ وشو بدي خبرها يعني؟ مجنونة ومريضة نفسية. جاوبي على السؤال يلي سألتك يا. انت يلي خليتي زينب تعرف بهالموضوع؟ الحق علي عم اشتغل مع وحدة غبية مثلك. برجيك انت كتير خوفتيني، كانت رح تقتلني على شوي مثل ما عم قلك، وانت انتبهي البنت جنت وطاروا عقلات على الآخر. سكتي، ما عاد تحكي. أعطيني قهوة يلا. كيف أمور الشغل بشركة أسينا؟ كل الاتفاقيات مع الموردين وكل سجلات الحسابات، أنا بدي تقارير عنهم. اليوم الصبح بلشنا بالأمور، بدنا شوية وقت. ماشي لكان، عم استنى. ماشي. تفضلي. بدي قابل إحسان كوتلساي. يا ترى في عندك موعد؟ لا، بس هو ما رح يرفض يقابلني. ممكن تعطيني اسمك يا خانم؟ نيل غونيال درم. نعم. تفضلي إحسان بيك عم يستناكي بمكتبه. تفضلي قاعدي. شو بتحبي ضيفك؟ إذا بتحاولوا تزعجوا بنتي مرة تانية وقتها رح حد هداك البيت على روسكن إحسان. شو مناسبة هالحكي؟ بتعزموا بنتي على العشاء ببيتكن وبعدين تتهموها بالسرقة؟ شو معنات هالمسخرة؟ نيلغون، صدقيني يلي صار مجرد سوء تفاهم وما في هيك شيء. مجرد سوء تفاهم؟ إيه. لما عرفت إنه أولادنا مرتبطين واقعين بحب بعضهم حسيت وكأنه قامت لي قيامي. ما بتعرف قديش انقهرت لما عرفت إنه لعنة كوتلساي وصلت لبنتي. عم تقولي لعنة كوتلساي؟ بالضبط، في شيء اسمه لعنة كوتلساي، وهاللعنة بتسبب الحزن لكل شخص بيقرب منهم، مثل اللي سببت لي إياه بوقت من الأوقات. لو سمحتي لا تقولي هالكلام. إنه تكونوا أغنياء وقوايا،
هاد ما بيعني إنه بحق لكم تدوسوا على الناس اللي حواليكم يا إحسان. خلص بيكفي بقى نيلجون، بيكفي. بعدين برأيك الكلام يلي عم تقولي منطقي؟ غير هيك سليم كتير بيهتم بسارة. عن جد؟ لهيك صار يلمح إنه سارة هي الحرامية؟ لمح على سارة؟ سليم؟ لا ما في هيك شيء، بالعكس تماماً، هو قال إنه لقى الساعة بالسيارة وحطها بشنتاية سارة. وبالحقيقة نحن يلي غلطنا، نحن يلي زعجنا سارة بأسئلتنا وبعدين اعتذرنا منها وانتهى هذا الموضوع. بس للأسف ما بعرف ليش بعدين هو اتهم سارة وسألها كيف وصلت الساعة لشنتايتها وشك فيها متلكن. إحسان أنا طول الليل ما قدرت نام ولا لحظة. أنت بتعرف شو بالنسبة إلي إنه بنتي تبكي لأنكن اتهمتوها بالسرقة من دون سبب. ماشي نيلجون اهدي، معك حق بيلي عم تقوليه، بس أنا بحلف لك ما رح خلي سارة تزعل بسببنا أبدا، ما رح اسمح بهالشي. عن جد؟ مبين كأنك عم تحكي بثقة، بس ما بعرف ليش ما اقتنعت بكلامك إحسان. أنت عم تظلميني هيك. الشي الوحيد اللي ممكن اهتم فيه هلأ هو سارة. أنا مستحيل اسمح لكم إنه تزعلوها. اصحك تشيل هالشي من راسك وخبر ابنك إنه ما عاد يلاحق بنتي. أنا ما رح اسمح بنوب إنه بسبب آلكو تلساي بنتي سارة تزعل أو ينزلوا دموعها. نيلجون لو سمحتي لا تعمليها. لو سمحت خبر ابنك بعد عن بنتي. بظن انك مديون إلي بهالشي على القليلة. بابا انت مفكر رح تربيني بهي الطريقة يعني؟ كنت تضربني بإيدك، هلأ غيرت اسلوبك وصرت تضربني بالمصاري. انت اخدت لي سيارتي واخدت لي بيتي وهلأ عم تقطع عني المصروف. ايه ماشي ساوي اللي بدك يا، انا مستعد اشحد بس ما اطلب منك شي بعد هلأ. كيفك سارة؟ منيحة وانت؟ انا منيح وكل الامور تمام. كيف كان العشاء مع عائلة كوتلساي؟ مر بمحادثات فاضية. هنن حبوكي؟ اذا بتسأل اذا انا حبيتهم ولا لا بيكون سؤالك منطقي اكتر. حلو، معناتها انا رح غير السؤال، انت حبيتي عائلة كوتلساي ولا لا؟ وانا بقلك انت شو دخلك؟ اذا حبيتهم ولا لا مالك علاقة. أنا سمعت مكالمتك من دون ما أقصد. كنت عم بحكي مع أبي وبس. قطع عنك المصاري؟ أخذ لي السيارة وسكر لي بيتي وقطع المصاري وهيك. معناتها خبر صديقك سليم كوتلساي يعطيك جناح بالفندق تبعه. لا أصحك لا تجيبي له سيرة أبدا، ما بدي حدا هلأ يعرف بالموضوع، إذا كان لازم خبره بشي يوم أنا بخبره. لا تخبري ماشي؟ يا لطيف شو هالصداقة الغريبة اللي بيناتكم؟ الصديق بيأمن أسراره لصديقه، بيزعل معه وبيضحك معه وبيساعده بالمشاكل، وانتو دائما بتحاولوا تخبوا نقاط ضعفكم ومشاكلكم عن بعضكم. لا شو يعني لا؟ مو صح؟
إذا بتخبر بيريجيك إنه أبوك قطع عنك المصاري وأخذ منك البيت والسيارة، وإذا هي ما استخدمت هالمعلومات ضدك وأهانتك بشي يوم، ما بيكون اسمي سارة. إيه معناتها أنت وين رحتنا؟ فندق، أخذت غرفة صغيرة بفندق صغير بس حلوة، فترة مؤقتة. هالحياة ما بنعرف لوين بتاخدنا. الحياة. تتذكر كيف هنتني وزلتني لما اجيت على الحارة بوراك؟ ما بتذكر، لأنه أنا ما هنتك لما اجيت على الحارة يا سارة، بس تفاجأت لما عرفت أنك أنت ساكنة هنيك. طيب ليكون مثل ما عم تقول، سرك بأمان معي، إذا احتجت لمساعدة أو إذا لزمك شي فيك تتصل فيني، أنا بعرف منيح شو يعني فقر. كيفك؟ سليم بيك؟ منيح؟ الأخبار عندك؟ عزمت سارة على العشاء؟ إيه بالضبط. أنت كنت عم تحكي مع سارة، شو قالت لك؟ سارة ما قالت لي شي بالضبط، أنا سألتها كم سؤال وهي قالت شغلات غريبة. شلون يعني غريبة؟ أنا عن جد ما فهمت، قالت إنه الأحاديث كلها فاضية، وسألتها إذا عيلة كوتلساي حبوكي، قال المهم إذا أنا حبيتهم ولا لا، بس ما كانت على طبيعتها. تخانقت ولا شو؟ يعني تخانقنا شوي. إيه؟ ليش؟ انسى ولا يهمك. ماشي على راحتك، إذا بدك تحكي لي أو ما تحكي لي تصطفل. شو القصة سليم؟ مو كنا نقول لبعض كل شي وكنا نعرف كل شي عن بعض، شو صار بيناتنا؟ خلص لا تزعل وتاخد موقف هلا، بحاكيك. يلا بشوفك. ما عندي القوة لأتناقر معك أساساً، مشاكلي بتكفيني.